تعرف الكاتب احمد خالد توفيق؟ اعرف. طيب تعرف ايه اول سلسله روائيه لي؟ رجل مستحيل. تعرف الكاتب احمد خالد توفيق؟ ما عنديش معلومات خالص. تعرفي الكاتب احمد خالد توفيق؟ لا. اول سلسله عملها اول سلسله روائيه سلسله اول سلسله روائيه عملها بوراق طبيعه. يعني اربع روايات منهم. تعرفي ليه كام سلسله روائيه؟ بصي، هو ما وراء الطبيعه وفانتازيا وسفاري والربع ايه. طبعا دكتور احمد خالد توفيق يعني اكتر كاتب احنا قرناه له من واحنا صغيرين، هو اكتر واحد شكل الوعي بتاعنا وتفكيرنا ومفيش حد ما يعرفوش من وسط الادب. يعني اول سلسله روائيه لي كانت ايه؟ طبعا هي ما وراء الطبيعه، صدرت سنه 92. اول عدد كان قصه مصاص الدماء، ثاني عدد النداهة، اربع سلاسل ما وراء الطبيعه، فانتازيا، سفاري، والترجمه بتاعت روايات مصير الجيم.